يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتقى شخص بعض الأدعية من القرآن وصار دائما يكررها بينه وبين نفسه، وقد تكون هذه الأدعية لبعض الأنبياء لكن ليس فيها ما يختص به الأنبياء، فهل يفعل هذا وهل الأفضل له أن يكون داعيا بأدعية القرآن؟ هذا طيب، هذا طيب، إلا أنه لا يسأل منزلة الأنبياء أو يطلب أن الله يجعله نبيا أو رسولا، لا، إنما يطلب الأدعية التي تتعلق به هو من طلب الرزق، طلب الذرية، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة كما دعا زكريا عليه السلام، رب هب لي من الصالحين كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالأمور التي تصلح له يطلبها وإن كان قد طلبها الأنبياء، بل هذا أحسن اقتداء بالأنبياء. أما الأمور التي لا تصلح لك فهذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، كما أن فيه من المغفلين من يأتي بعجائب، يدعو ربه ويقول وهبت، كقول مريم عليه السلام، نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت لك ما في بطني محررا، لأنه ما يفهم وش المقصود، فما هو كل ما دعا به الأنبياء تدعو به أنت، إنما تدعو بما يصلح لك فقط. نعم.